مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في وصفة جديدة مع وصفات ميسا. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم راح نبارطاجي معكم حلوى جافة معسلة بالكاوكاو، بنينة بزاف وكذلك سهلة التحضير. نتمنى تنال إعجابكم ونتمنى تجربوها. مشاهدينا الكرام، إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة نتمنى تدعموني بالاشتراك ديالكم وبليجام إيدي كومنتار، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس هذا اللي عنده القبعه هكذا باش تواصلوا بجديد قناه وصفات ميسم. اذا حبيباتي بلا ما نطول عليكم نجوزوا مباشره الى المقادير وطريقه التحضير. اذا نحتاج الى نصف كوب من زيت نباتي، نصف كوب من زبده تكون ذايبه من المارغرين، ونصف كوب من الحليب، ملعقه كبيره من السكر كلاص، وملعقه من لافاني. هذه بالنسبة للعجينة. أما بالنسبة للحشو نحتاج إلى الكاوكاو يكون مرحي. نبدأ على بركة الله، بسم الله. أول حاجة راح نحط الزبدة، ثم نضيف نصف كوب من الزيت ونصف كوب من الحليب. في هذه الحلوى لا نحتاج إلى البيض. ملعقة كبيرة من سكر غلاس وملعقة من لافاني. في الاخير الحلوى راح تكون معسله، لذلك درنا ملعقه فقط من السكر للعجينه. وهنا نبدا باضافه الفرينه بالتدريج، ثم نخلط بالملعقه نكمل نضيف الفرينة حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. اذا ها هي العجينة اللي لازم نتحصل عليها، تجي طرية كما راكم تشوفوا وسهلة الاستعمال. اذا نجوزوا الى تحضير الحشو. اذا هنا عندي فنجان من كاوكاو محمص ومرحي، نضيف إليه ملعقتين من السكر. أنا جاتني حلوة بزاف، من الأفضل ديروا ملعقة فقط لأن في الأخير الحلوة راح تكون معسلة. نديروا شوية من القرفة وملعقة من المارغرين تكون ذائبة ولا الزبدة، نخلطهم مليح. وبعد ذلك نضيف حوالي 3 ملاعق من الماء الزهر، نضيف زوج ونخلط. نخلط مليح بالملعقة ولا باليد، هذا يكون اختياري، المهم نحاول نخلط جيدا المقادير حتى نتحصلوا على هذا الخليط يكون متماسك. اذا نعود الى العجينة، نحللها بالحلال على السمك يجي متوسط، ماشي رقيقة بزاف وماشي غليظة. وراح نطبعها بالكاس يكون دائري ولا باي طابع تاع صابلي. اما بالنسبه للحجم كذلك انتم اللي تحكموا في الحبه ديالكم، اذا حبيتوها تكون كبيره نستعمل طابع يكون كبير، كذلك تجي شابه بزاف بالقالب يكون كبير. اذا بعد ما نطبعهم نحي الزوائد ثم نحشي كل حبة بالكاوكاو الملحي بالحشوة اللي حضرناها مع بعض، ندير كمية معتبرة في الوسط. وبعد ذلك نغلق عليها ونشكلها على شكل ليفونتاي. الحلوة هذه اسمها حلوة ليفونتاي المعسلة، حلوة تقليدية نديروها من بكري خصوصا في الاعياد، تجي بنينه بزاف، الكو ديالها يشبه بزاف الكو تاع البقلاوه.
ثم نضغط عليها بالأطراف بالفرشيطة هكذا باش نغلقها مليحة ونمدلها شكلها على شكل ليفونتاي، تجي شابة بزاف. إذا راح نشكل هذه الحبة الثانية معاكم، نغلقها مليح كما راكم تشوفوا، وبعد ذلك ندير الأطراف ديالها بالفرشيطة، نشكلها على شكل مروحة ونحطها فوق الصينية تاع الفرن. طريقة سهلة وبسيطة، وصدقوني الحلوة بنينة بزاف بزاف كما قلت لكم، معسلة بالكاوكاو، عندها شوية قرفات شبه بزاف لكو تاع بقلاوة، بنينة بزاف. نتمنى تجربوها ونتمنى تنال اعجابكم. وكذلك الحلوى زكية، يعني تقطع بزاف حبات بمقادير بسيطة بمقادير صغيرة. إذا نغلقهم كامل، والآن راح نشكلهم بالفرشيطة ونحطهم فوق البلاط تاع الفرن فوق البابي كويسون. ولا تقدري ما ديريش البابي كويسون، الحلوى عندها لثام يعني ما تلصقش. اذا هنا بعد ما كملتهم راح ندخلهم للفرن على درجة حرارة 180، نشعلها من تحت حتى يأخذ اللون الذهبي، وبعد ذلك نشعل الفرن من فوق حتى يأخذ اللون الذهبي كذلك. وبعد ما نخرجها راح نعسلها مباشرة بالعسل، انا استخدمت العسل تاع برا، وانتوما كذلك اذا عندكم عسل تاع برا يكون من الاحسن، واذا ما عندكمش معليش ديروا تاع الدار ولكن يجي ثقيل شويه. اذا ندخلهم داخل العسيله ونخرجهم، نقطرهم شويه حلوة شابة ما شاء الله وبنينة وكذلك سهلة التحضير. اذا هنا بعد ما قطرتهم اوتوماتيكمون يعني الكاوكاو ديالي ما يلصقش في الحبة، لازم نعاود ندير بالبنسو في المكان اللي راح ندير فيه الكاوكاو هكذا، وندير الكاوكاو على المكان اللي درنا فيه الحشو كما راكم تشوفوا على الاطراف فقط، ونخلي الطرف اللي عند الفرشيطة نخليه هكذا باش يبان باش تجي الحبة شابة، ما لازمش نغطي الحبة كامل بالكاوكاو. اذا هنا راح نكمل كامل الحبات ونقدمها في طبق التقديم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلوة تاع اليوم، حلوة ليفونتاي المعسلة، حلوة جزائرية تقليدية، نتمنى تنال اعجابكم، حلوة معسلة بنينة بزاف، نتمنى تجربوها ونتمنى تنال اعجابكم. كما راكم تشوفوا حلوة شابة بزاف، درناها الكاوكاو في الطرف وخلينا الطرف اللي عنده لافورشيت باش يبان باش يجي شكلها الشكل تاعها شباب. اذا نقطع لكم حبة باش تشوفوها في الداخل، من المفترض يعني نخليها تقطر بزاف، انا هنا صورتها ولكن الحبة الجاتو تاعكم كيبات يجي بنين خير. اذا نقسم لكم حبة تشوفوها في الداخل ما شاء الله عليها، حلوة شابة وبنينة، نتمنى تعجبكم ونتمنى ديروا لي جيم بطبيعة الحال إذا عجبتكم الحلوة، وتبارتاجيو لا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.